أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بأكيد أكيد مايسترو وأكيد مع نيشان. فيني بلش البرنامج من دون كسر إزاز. مساء الخير. تستضيفه مرة في السنة ويكفي، فيرن كلامه طيلة أيامها 364. جميل إن حكى لأنه حكيم وحاكم، رائع إن جن وإن غنى لأنه مثير وثائر. فصوته نعمة، ونعم الباري لا يصنفها عبد سائب. أرزنا وصنيننا غلفا مجده، فغدا فوق الأغصان وأصبح أيضا تحت الشمس ماردا، تحت الشمس ماردا بصوت أتعبته القضية المتفرع منها قضايا ونوايا وخفايا وخبايا. نواة عملاق كان في أمس قريب، أما اليوم اكتمل هيكله وأسماه لبنان. إرادة فوق الطبيعة مشرعا أبوابه لمحبي وطن لن يقهر، وعشاق فن لن يدثر، وأغنية لبنانية ترفرف كراية البرج وهو حاميها المغوار. حينها تهزم الغزوات ويحلق فننا كعلمنا، ويبقى الوطن ويخلد كبيره. أبو مجد المايسترو الموسيقار ملحم بركات. مساء الخير. مساء الخير. أنا كمان رمضان كريم. بس شباب شوفوا أهلين فيكم. مرافقة وقف على جنب شرف، تفضل. تخافش لا بس ما شباب شوفوا لي مولي البرمة، إذا في حدا حط له شفر أي عشان شغلة يلا خير روح الله معك. موافقين إيه؟ تروني برا. هيك صارت الدخلة أبو مجد؟ كل اللي عندهم مرافقة، كلهم. في حدا ما عنده مرافقة صار الأيام؟ أنت مثل الكل؟ لا بدك تساوي حالك بالكل؟ بعد الأغنية الوطنية اللي عملتها خفت على حالي. من مين؟ من اللي هون ولا من اللي برا؟ من اللي هون أكثر شيء. أكثر شيء من اللي هون؟ من اللي هون طبعا. برا بتخافش منهم؟ لا برا. من مين من اللي هون تحديدا؟ أول واحد منك. تاني إلي العلي. المايسترو ملحم بركات. كل الناس من وقت ما أعلننا أنه حضرتك ضيف الليلة عندهم أسئلة وتساؤلات. ليه برأيك أنت غير أنك موسيقار، غير أنك أوركسترا متنقلة، يعني أنت وقاعد لوحدك بس تغني وترندح بتقول أوركسترا قاعد، يعني أنت عم تغني بإيديك وبحنجرتك وبصوتك، غير ناس صاروا يسألوا ملحم بركات أسئلة سياسية أنه شو راح يصير بعدين، شو صار بالأمس، شو في اليوم. أنت كنت ضيفي بمايسترو 2004، مايسترو 2005، خليني شوف شو قلت وقتها تقول للمشاهدين سبب وجودك معنا الليلة بهذه الفقرة. خلينا نشوف. أسود ما استعملته أبو ماجد. كنت بدي استعمله بطلت. ريتا لوين قولك يا أبو ماجد رايحين؟ ما حدا عارف. أف لبنان إلى أين؟ نفس الجملة. لبنان إلى أين؟ بكرة منذكر بعضنا، بس إن شاء الله ما تكون مأزية كتير القصة. لك شو صار؟ اغتيالات وتفجيرات، البلد عم بيجربوا يقلبوا فوقني تحتاني، بعد في، والليلة رح ارجع اكتب لك اياها كمان. إلى أين؟ إلى أين؟ بعد في؟ بعد، بس تعمل بعد سنة أو سنتين يمكن، بس غير هذه الكلمة معناتها البلد بألف خير. اف اف اف. نعم. كنت عارف اللي بده يصير؟ أنا بسمع وبحلل. بيبين الوضع، بيبين. هلا في ناس ملتهية بشغلها ما بتفكر. من مين بتسمع؟ ما بنسمع بيقولوا اللي بيحكوه
والاجواء مثلا بتبين ما يعني ما بقى حدا هبيل. ولد صغير صار بيفهم بالسياسه. بال 2004 رسمت الى اين والارزي صار في عنا بال 2005 يعني ب 14 شباط اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسلسله الاغتيالات. بال 2005 كمان كتبت الى اين، كمان صار في سلسله تفجيرات استمرت، ميش دياق، جبران تويني. هالسنه شو اذا قلت لك ما في رسم، اذا قلت لك رسوم، شو بتكتب مش بترسم؟ كمان الى اين، الى اين بعد من ايام الشيخ بشاره لهلا انا في على البلد. شو تغير؟ شو لازم يتغير؟ ما تغير شيء، بعد هي ذاتها نفس المطالب ونفس المشاكل. استاذ ملحم انت كنت ضد الحوار الوطني. شف لي شيء رئيس وزراء اجى على لبنان والناس حبته، شف لي شيء رئيس جمهوريه فل الا ما بهدلوه بالاخر، شف لي. هذا البلد الغلط هيك. من مين؟ من الشعب. ما عم بيعرف يختار. شو لازم يختار؟ يختار الناس، في ناس اوادم بالبلد، زعماء اوادم، في ناس. بدي ركز على حوارك مع الست وردي. لما سألتك شو الحل، قلت الصيغة لازم تتغير، وقلت انه رئيس الجمهورية لازم تيجي بالمداورة كل ست سنين. إذا تفهم، وإذا ما مش رح يتفهم، إذا بده يضل هيك حسب ما أنا بشعر، حسب عدة الطوائف الموجودة بلبنان، إذا بيتفقوا على يعملوها مداورة أريح، بصير نرتاح. لأيمتى ملحم بركات؟ بس بصير كل طائفة بدها تفوت ببعضها. ما بنرتاح كمان الى اين؟ يصفلوا كل طائفه تدبر حالها، يصفلوا هن ببعضهم. يعني مش كل ما صار شيء بطائفه لازم البلد كله يخرب مثلا. يصفلوا، بصيروا هن يختاروا اللي بدهم اياه، مين بده يكون رئيس. انت كنت مع الحرب اللي صارت؟ اخر حرب؟ ما فيك ما تكون معها. مثل ما وقعت الحرب خلص. يعني انا بتذكر وقت الحرب العراق لما فاتوا الانجليز مع الامريكان، قامت الايامه بانجلترا بتذكرها. وبس بلشت الحرب خلص وقفوا الانتقادات وقالوا رجال جيش يعني الانجليزي فات بالحرب، هلا خلص ما بقى في انتقادات، ما بقى في مزح. ف بطل ما وقعت الحرب مجبورين نقف كلنا مع بعض. كنا مخدوعين بمؤتمر الحوار الوطني، انت كنت ضد هال ما عمل شيء، ما عمل شيء. اول نهار انا كنت عندي مقابله وقلت لهم مش حيزبط عشيه المؤتمر، ما بيزبط هذا البلد، ما بيزبط، صعب كثير هذا البلد، كارثه. اوف. انا حسب ما عم بشوف، حسب ما عم بحلل، يمكن اقول شغلات هلا الناس يزعلوا مني أو فكروني إني أنا سياستي مع الخارج، ما بعرف. بالعكس. أي خارج؟ يعني السياسة اللي عم تجي من الخارج من برا. من وين بتجي؟ مع سوريا؟ من وين يعني؟ عم تجي؟ من مع لا 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 يعني؟ ما دخل سوريا، لا عم تجي من برا يعني. اليوم إذا بتحكي كيف ما حكيت بيوجهوك أو بيتهموك لميلة وحدة من برا. أو البلد هلا في بعض من المسؤولين يعني متزعمين بالبلد، هم ما بيسمعوا الكل شو بتقول الناس، ما بقى فيني، حيجي وقت مش عارفين يجروا الناس مثل ما هن بدهم. ابو مجد، الناس بلعت الظلم كثير، انتبه، بلعوه بلع الظلم. بلعت الظلم. والناس بينسوا. وقادرين يرجعوا يستفخروه يعني، يبقوه يطلعوه من تمهم يعني، بلعوا الظلم بس قاعدين يرجعوا يكبوه يعني. بقى في ظروف بدها تيجي اوقات، الناس ما راح تضل هيك. برايك بيرجعوا ببقوا ثوره الناس الظلم؟ ما بصير ثوره بالبلد. شو بصير؟ لبنان ما بصير فيه لا انقلاب عسكري ولا بصير فيه ثوره. صارت من زمان حرب الأهلية، كانت مدروسة. رئيس الجمهورية برأيك لازم يبقى بموقعه اليوم؟ مع كثرة المطالبة يعني من أفريقيا كثر بيطالبوا بأنه يتنحى عن رئاسة الجمهورية، أنت شو رأيك؟ والله أنا حكيت مع شخص موجود بالقصر، موجود هلا بالقصر، قلت له أنا بالنسبة لي بتمنى الرئيس ما يمدد ويعمل حزب، خليه يطلع يعني تخلص المده ويعمل حزب ويعمل زعيم كبير. اذا عمل حزب بتكون من مناصري انت؟ انت شو بتكون؟ انت كمان بتكون انا عم بسالك.
حسب يعني حسب أهداف الحزب. حسب أهداف الحزب. ما المشكلة كلهم هم بلبنان. إذا بده يستشيرك شو كلهم بلبنان أهدافهم مع لبنان. بالنهاية بيطلع غير شكل. شو إذا استشارك رئيس الجمهورية شو بتنصحه؟ شو بتقول له؟ هلا شو بقول له؟ وشو بده يقول له؟ طولوا بالهم خلصت المدة يعني، شو بدهم يطولوا أكثر من هيك بعد؟ أنا برأيي يعني لازم يظبطوا هن والرئيس يظبطوا الوضع على هالباقيين يعني أيام الباقية يعني ما بقى تحرز. مشان هيك ما بقى يتحمل البلد يا رجل، ما بقى يتحمل البلد. بعد في خضة صغيرة؟ في خضة طبعاً وقت عند انتهاء مدته إيه في خضة كبيرة كثير. خضة كبيرة كثير. إيش؟ مشان هيك عملت أغنية وطنية؟ طبعاً، وهذه الأغنية مش لحدا انتبه. لأنه في ناس كل في جهات سياسية عم يفكروا إلهم، أنا مش عاملها إلهم. أنا عاملها للشعب المعطر هذا اللي عم بيبلع مثل ما بدل المصريين عم بيبلعوه. لا حول له ولا قوة. آه طبعاً. أبو مجد، قبل ما أشوف تقرير اليوم بدي أسألك بصراحة، لأيمتى الشعب اللبناني كل ما نقول سوريا أو نقول الحكومة السورية أو الدولة السورية أو الشعب السوري رح يضل في نوع من الحساسيات، رح يضل في نوع من يعني بس تطرح اسم سوريا بالتظاهرات، بس تقول إنه فلان سوري، اثنين لبنانيين بيغمزوا بعضهم إنه هيدا على السياسة على التلفزيونات بنشوف يعني على الملأ بنقول إنه سوريا شقيقة. سألت دولة الرئيس سليم الحص قلت له سوريا شو؟ قال لي شقيقة وستبقى. لأيمتى هالحساسيات رح تبقى؟ لأيمتى بس لأيمتى مش رح يكون في قبول للآخر؟ وأيمتى بدنا نفرق إنه الشعب غير والحكومات غير، المسؤولين غير وعامة الشعب؟ كل شيء بالدنيا له نهاية، العمر له نهاية، إلا الوطن ما له نهاية. دسر ميري رؤساء الجمهورية بسوريا وبلبنان، في شيء تغير بقي سوريا وبقي لبنان، هذا أجواء سياسية وكلها بتروح هاي. أما أنا بالنسبة لي أنا عندي اتصالات كتير كبيرة مثلا بسوريا، الشعب السوري من أطيب الشعوب، عم بقولها مش صح هلا عم بتسمعوا، لا أنا بروح على الصيد، بدك تعرف الشعب بس تلتقى فيه بالغابات وبالصحراء وبهالضياع وبهالجسمه، يعني اذا عنده خروف بيذبح لك اياه، بيحرم ولاده تيطعميك ضيفك. شعب طيب جدا. هلا في وضع سياسي بالمنطقه، مش لي كل ما يعني هذا الوقت بالذات، هلا صرنا من سنتين وبالجاي السياسي غريب الشكل، غريبه انا مش مرق علي بعد هيك. بعلمك الاجواء كويسه شوي، بعد ساعه بتتغير كل شيء شوي. انتبه، الإعلام خطر جدا، أخطر إعلام اليوم إعلام بعد الفضائيات، خطرين جدا، عم بيصير في نعرات طائفية من وراهم، ما بدي أذكر أسامي المحطات. نيو تي في شو وضعه؟ نيو تي في شو وضعه؟ سياستها محيرتني أنا كل يوم شكل بلاقي اوقات اوقات بتبس خبر اوقات بتبس خبر بتقول انت هي شو صار شوي بتغير منيح بس مزبطين حالهم ماشيين يعني وضعهم منيح وضعهم ممتاز. انا ما بحب كمان التلفزيون يكون على فرض سياسي، ما بحب، لازم يغير تضل الناس هيك اليوم يعني اليوم ترجع تميل له اليوم تهرب منه وترجع تميل له كلام يعني حل الحياه رايح هيك مد وجزر. رح نشاهد تقرير اليوم كمان من هالتقارير من إعداد ماريات يونس وإخراج رنا ظاهر. الليلة الدكتور محمد رضا متقبل وضعه، الدكتور محمد رضا أكثر من غيره لأنه دارس هالوضع وعارف كل تفاصيل حالته. ريبورتاج صوروه بمصر، خلينا نشوفه ونشوف شو رأي الدكتور محمد رضا عن حالته، عن الحياة وعن الموت بإخرص.
كلنا مؤمنين ان احنا هنموت. ميعاد الموت امتى هو اللي قرره الله سبحانه وتعالى، انا ما قررش. يعني عشان كده لابد ان كل انسان هيتقبلها، سواء غني سواء فقير، بيقرر هل المرض اللي هو ابتلاني بيه هل هيخليني اعيش بعده؟ اوكي؟ هل مش هيخليني اعيش بعده؟ اوكي. انا بسامح كل من اخطا في حقي فانا اسامح. الحاجه اللي انا بعتز بيها ان انا اسيب ليا تلامذه علمتهم حاجه. لخير الانسان بقول له عدم الغرور. عدم الغرور، لان الصحه والابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فزي ما هو انعم عليه بالصحه ممكن ينعم عليه بالابتلاء. وما نغترش بالصحه، لان هي من السهل ان هي تروح في لحظه. لخي الانسان بنصحه بعدم الغرور، هيك بيقول دكتور محمد رضا. عملنا مشكل ورا الغرور. انت السنه الماضيه قلت كلمه غرور وضلينا كل السنه نحكي عن منهم بركات. شو قال الغرور؟ شيء مش طبيعي. شو هو الطبيعي؟ الطبيعي انك تعيش طبيعي. ربنا اعطيك موهبه، انت لك وين صرت؟ مش لو تتكبر على الناس وتشوف حالك على الناس، بالعكس. ما انت كيف صرت هيك لو من الناس؟ ما كنت وصلت لهون. صح. لو من الناس بيسألوا عنك وبيحكوا فيك ما كنت وصلت لهون. دكتور محمد رضا شو بتقول له اذا عم بيشاهدنا الليله؟ شو بدي اقول له؟ بمعاناته ربنا لازم يقول له، انا ما فيني اقول له شيء. يا لطيف، بس تشوف انسان مريض أو إنسان مكرسح أو إنسان ما بيقشع وما بيسمع، بتطلع بحالك أنت بتقول مزبوط في خالق. ربنا يعني أنا بقول لما بشوف إنسان هيك بهالوضع هذا، صحيح يمكن هو بيتضايق شوي، بس بعدين خلص ربنا بيساعده انه ينسى هالشيء. ربنا عظيم، بيعطي المصيبه الكارثه بيرجع بيعطي الشجاعه حتى نتحملها. شيء منه معقول، شيء منه معقول. لما تلاقي حالك انت طبيعي وهالانسان هيك، ربنا عم بيفرجيك انه انا موجود يا ابني، انا اللي خلقك وانا اللي بعمل بدي اياه. كل الناس اللي عم بيعانوا، ابسط وسيله ممكن يعملوها ورقه وقلم ويكتبوا، يبلشوا من الواحد الى ما لا نهايه، يكتبوا النعم اللي عندهم اياها. إذا الواحد بيقشع يكتب أنا بقشع صح طبعا. إذا بيتحرك مفاصله بتتحرك يكتب، إذا بيقدر يحرك رقبته يكتب، إذا بيقدر، إذا عنده بعد محب حده، إذا بيعرف يدمع، إذا بيعرف يبتسم، كل النعم الواحد بيعدها. كارثة وين رب العالمين. يكون واحد بيقشع، كان يقشع وراح نظره، هون الكارثة الكبيرة. بيحكيها على كيف؟ بيحكي طبعا، بيقول لك بيصيروا لي يعني شاف شيء، يعني مثلا انا شفتك وما شفتك بطلت اقدر اقشع. مجد رب العالمين قد ما انه كبير وعظيم، انه اذا انشلت كل اعضاء جسمك بيعطيك نعمه البكاء، انك تدمع وتعبر للناس انه هالقد بتعاني. احنا بعد الفاصل رح نكون مع الموسيقار ملحم بركات، رح نفوت نغوص بطفولته لملحم بركات. هلا انا هي ما ترجعني في شوي داخلة. ما بدك ترجع لطفولتي، بدي كثير تنزل دمعتي والله العظيم، وانت هلا عم تقول دمعت الانسان. نعمه ليش بكيني؟ بس نعمه. بعد الفاصل مع ملحم بركات. ملحم بركات، كل الناس بحبوا يروحوا على طفولتهم، انت ليه لا؟ يرجعوا يتذكروا، يعني ما يقعدوا طفل. بندم اذا رحت. ليش؟ لانه في اشياء كثير لازم تعملها انت وصغير بتفقلها هلا، بتقول يا ريتني برجع لحتى اتعلمها. شو اللي حرق لك قلبك؟ اشياء كثير، يعني مثلا
ظرفنا نحن كعائله كان مثلا ما يعني انا مثلا بي ما قدر علمني كثير. أنطون بركات. نعم. قديه اسم الله صار عمره اليوم؟ 93 سنه. بدي اعيش انا قده. اسم الله. 93 سنه بدك تتحملوني. بدك تعيش؟ تخيل انت بحب ذكرك الاعمار بايد الله؟ ايه بس نيشان ما مش عم نشوفك كيف بيحكي؟ كيف بيحكي؟ بعد بيحكي عادي. صوته حلو كان. كان يغني. لعمر الزعني وعبد الوهاب كان يغني. بدق عود كان يقول لي لعمر الزعني اول من لحن الكلمه اللبنانيه يلي اليوم في كثير فنانين تركينا بغنوا بغير لهجه اللبنانيه. بس عم ينجحوا. مين قال لك؟ مبيعاتهم، انتشار اغنياتهم، كليباتهم. يا اخي القرد عمل له هيك كل يوم، بعدين بصير هو لوحده يعمل لك هيك. اف رح نحكي، رح نحكي عن القرد، رح نحكي عن الاعداد، خليني بكفر شيما بدنا نحرك شوي، حركنا في الزكرة من الماضي. خلينا بكفر شيما بالمزرعة، السنة الماضية حكينا عن الحمار، هالسنة يمكن نحكي عن سويتي، بس هلا قبل سويتي. شو عرفك بسويتي؟ ايه ايه مظبوط. جيت على المزرعة لعندك وشفت شمعدومة؟ الكلب سويتي، هلا أنا ماني صاحبي مع الكلاب كثير بس إنه ماشي الحال. لا لازم. لازم صادق الكلاب يا نشان. الكلب وفي. أوفى من؟ أوفى من بني آدم كثير. بتضربه بيحكيش معك شيء. بس هلا عم بيقولوا إن في كلاب عم تكلب، يعني بتضربه بعضك صعب صار. تغيرت الأيام حتى بالحيوانات تغيرت. لا طمه هو طيب. عندك أختين نوال الله يرحمها وليلى. وليلى، ليلى بأستراليا؟ يس. بس تسافر على أستراليا بتروح تزورها؟ فورا. ما عندك خي؟ لا. كنت بتحب؟ لا تعودت خلص هيك ما بقى احب. اذا بدي اقول لك بكون عم بضحك عليك. تعودت. تعودت. يمكن اذا اجى خي يمكن يزعجني. يمكن يطلع غير اخلاق عني انا، اتخانق انا وياه. قد ايه بعدك مهووس بنظافه والدتك الله يرحمها؟ كانت تتشمس الخبز وتطعميكم، معقول؟ مش بس الخبز، مره نزلت على الحبل. في بيقولوا له افتختها هي تبقى فوق الشباك. وحده تبقى زهره فوق الشباك حتى ما ينزل مي ما ينزل شيء. كانت تنزل بالحبل وتكنسها. هلا البلديه ما بيجون عنا قدام البيت. هي عندها اصل يوناني الوالده؟ لا تفيد يعني. امه للوالد يونانيه. يونانيه؟ بتحكي يوناني؟ انا؟ لا ابدا مش رايح على اليونان ولا مره. ترقص زوربا؟ لا ما برقص زوربا. خبرني ليش والدتك الله يرحمها كانت تحط الحلويات والفواكه تصفن على طاولة السفرة؟ ما كان في برادات وانتو تمرقوا ممنوع. شو ممنوع تاكلوا؟ مش تحت السفرة، كانت تحطهم تحت التخت كمان هيك بتقربهم لينبينوا. شو العبرة؟ ونقعد نحن نطلع هيك. هلا ما كانت تقلنا هي شو العبرة، بس مرة كنت انا بالغرفة الثانية كنت عم بسرق العود للوالد، بدي شوف كيف بدق عليه. خط بلشت قررت اني بدي دق مثله. كيف بدق؟ ما كنتش افهم عارف شيء. بتقول لها جارتنا عم تقول لها الماما، بتعرف هذيك الايام ما كانش في برادات، كان في بيقولوا لها سكاملا ما ادري شو هذه كانوا علقوها هيك يشقلوها. عشان بس كانوا يقولوا لها سموها تبقى هيك معموله من شريط رفيع يحطوها مشان يجي الدبانه. ما كان في برادات. نمليه؟ نمليه بقى. معقوله انا بدي اقول لك ذكرك شو يعني نمليه؟ انا ارمني انت بتعرف شو كفي يا عمو. ما انت خليت شيء ما فهمته بالبلد. بعدنا تحط الفواكه والهذا. هلا نحن قاعدين طبعا نطلع نحن هيك فيهم، بس ما كان حدا يسترجي يمد ايده الا ما تقلنا هي. ليه؟ فمره عم بتقول لها جارتنا لامي انت دخلك ليه بتستعملي هالطريقه؟ ليه بتحطي هالغراض تحت؟ وما بتخلي الولاد يتقرون. بتقول لهم بدي خليهم يطلعوا ويشبعوا. نظرهم يشبع. مش كل شيء يشوفوه يحطوا له هيك ما بعرف شو. وهذا المضبوط. كرمال عينهم تشبع الولاد. هلا شو ما شفت سياره مره حلوه ما بنفحت. شو كانوا يغنجوك ملحم بركات؟ شو كانوا يدللوك؟ كانوا عيطوا لي ملحم الشويري لانه نحن الاصل من عين السندياني، اصل بيي من عين السندياني. من المتن. والوالده من كفر شيما. وتعرفوا على بعض وكان يغني لها يا نوال فين عيونك. فاول بنت اجت عبد الوهاب سموها نوال. هلا انا رجعت اجت بنت ثانية. هلا انا لما ماما حبلت فيي ما بدي خفت ان تجي بنت ثالثه.
حقن عرى اتنط اتخذ بدها تروحني ايامي قامت. لكل الستات اذا بدهم ياخذوا يخلقوا عبقري مثل ملحم بركات عليكم بمقام ولد ملحم بركات فاعملوا حقن عرى. جيت خالص مدودخ. بس نقول كفرشيما بنقول حليم الرومي كمان. نعم التقيته اول مره حليم الرومي كمل اللي بيزعل بين على طول على الرومي. خلينا نضل بحليم الرومي واحد واحد بدك ايه دلك على حليم الرومي اول ما اجى على كفرشيما نحكيك مزبوط اجوا هن ما بعرف اذا هن كانوا اجوا من فلسطين من مصر من فلسطين بعرف اجوا من فلسطين ايه وقعدوا عم بتخالت بوجنا يعني بعيد مثل هون يعني بعد عنا شي 3 متورة بس كان في سياج طول النهار حتى المندلين وبلش يطرطي اللي بي شو هالآلة ده معه شو هالجاي ما كانش معروف نحن ما نسمعش فيه المندلين الا تذكرنا وقت عبد الوهاب غنى من زمان ليه 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 ايطال ما شو دق على المندلين الوقت راح ايطاليا درس عبد الوهاب بايطاليا بدي احكي كثير هذه كثير مهمه بس بدناش نزعل حدا المهم ضلت نهار دق مندلين بس يخلص في مواضيع بعدين بنحكيها بس يخلص بس يخلص هو بدق المندلين يجي البابا يجيب العود بلش دق صير غني له عبد الوهاب يخبطوا عليه فمره تعرف صار جنن قد ما يكون صرنا نشرب قهوه عندنا نشرب قهوه عنده وما ادري شو مره قال له ليش ما بتغني انت ما بعرف شو وبي ما بي نجار ما بعرف وهيك تعرفنا حليم الرومي بعدين انتقل على الاذاعه اللبنانيه يمكن شوف الشعب الفلسطيني كثير فادنا بلبنان فادنا اقتصاديا فادنا فنيا احنا اجونا موسيقيين من فلسطين ساعدونا كثير كانوا بالاذاعه اللبنانيه اغلبهم يدقوا بلا نوطه وقت اجوا فلسطينيين كانوا دارسين نوطه ويعني كانوا بالاول يحفظوا الغنيه للموسيقيين على السمع بعدين لما اجوا انت كيف بتحفظ هلا على النوطه طبعا انت كيف حفظت مجد الرومي غنيه اعتزلت الغرام؟ سجلناها موسيقى بالاول وحطيت صوتي علي انا وقلت لها انتبهي ام حدا ياخذها من عندك وكبها بالسوق انتبهي وحفظت هيك وصرت كل مدي نجتمع منيح مش منيح لا هيك لا هيك لا بالاخر نفذناها انت حنون انت انسان حنون جدا شئت ام ابيت يعني تظاهرت بعدم الحنيه ولا لا انت حنون اللي بيعرفوه كلهم بيعرفوه واقل كلمه بس حدا يحكي قدامك دغري عيونك بيحمروا بتنزل دمعتي وبتنزل دمعتك من وين اخذها من الوالد خاصه من الوالد؟ اذا حكوا عن عن لبنان لانه لبنان انا من وقت ما خلقت عايش بقهر صراحه كم حرب شهدت بلبنان كثير مسموح اللبناني اللي بعمرك 58 حضرتها هذا بلد مقهور ما بعرف شو اللي ليش مين عم يقهر فيه ما عم بفهم مسموح اللبناني اللي بعمرك مكتوب لنا وللفلسطينيين ما نرتاح بحياتنا ليه ما بعرف انت قلت مع ورده انه بس لانه اكثر شعوب كانت يعني مفيده ومتعمر عمروا الخليج الفلسطيني واللبنانيه انت بتقول بس يتعمر كل الخليج تهدى تنحل قضيه الفلسطينيه فسر انت فسر فسر انت مين عمر الخليج اللبنانيه والفلسطينيه ما هيك وأول أجل الفلسطينية كان بلشت اللغة الإنجليزية عنا تسيطر كانوا بلشوا يدخلوا الأمريكان على المنطقة شوف مدى اللعبة يعني كان يجي المختار والدركة يفوت على بيت الفلسطينية مثلا وين مستأجرين ومين قاعدون عندهم إلا شو عندك أولاد مثلا تقول له عندي 3 شو متعلمين بيحكوا إنجليزي طبعا ما أنا جاي من فلسطين ما فلسطين كلها كانت إنجليزي مسيطر عليها تاني يوم اجى الدرك ياخذون يقول انت بتنزل على الشركه الفلانيه بتبلش بالشغل يا عمي بدنا نرجع على بلادنا صاروا صرخوا وحاطين 4-5 اتوبيسات كانوا بملعب البلديه ينزلوا كلهم يا حرام غسلوا هالبسطار على اساس بدهم يرجعوا وبعدهم بيرجعوا مع الطريق محمد بركات بعدك حافظ كلمات اغنيه يا اسمر مارون نصر لا نسيها هذا اول اغنيه اشتريت الاغنيه اشتريتها ب 32 ليره 32 ليره وهذا كيب في ليمون فيلم وهبه ليه وكيف توفيق بركات الله يرحمه اثنيناتهم يا لطيف
ما بدهم يعطوني، اعطوني غني اسماء الله كريم برجع على بلادي. قلت له خيلتين اعطوني وحده ثانيه، لا هي بتخدمك اربع سنين. لو خي شو عم بعمل خدمه جيش انا بتخدمني اربع سنين؟ ايه نرفز. نزلت عند مر النص اشتريت كلام، رحت عند الوالد قلت له بدي 31 ليره، 32 ليره. شو 32 ليره هذيك الايام؟ بتعيشك شهر انت وعائلتك. اخذتها ولحنتها. انت بتقول انه في فيلم وهم عملت له تقريبا شوفير على اربع سنين كرمال لحن. اكثر اكثر عم بتطبق اللي تعلمته من فيلم وهم مع الفنانين اليوم، بس يطلبوا منك لحن او عمل. استفدت شغله واحده من فيلمون، انه ما تعقد، ما تتفلسف في التلحين، ما تخليك بسيط. كل شيء بتتفلسف فيه بالحياه بتفشل، خليك طبيعي. هاي تعلمته منه. دائما اقول لي لما بلشت لحن فيلمون كان ما يحب يعمل مقدمات موسيقيه. فيلمون اذا بقول دن دن ما انا بلش بالمغنى على قلبه مثل العسل، بس تعمل مقدمات كان يكره المقدمات. بقى كان يقول لي دائما يقول لي ما تتفلسف بالتلحين، ما تتفلسف على الناس. اغنيه بتعملها بدها الناس ترددها، مش ضروري انه يزعوها بالاذاعه انه خلص سمعت العالم، لا الناس بدها تغنيها الاغنيه. ففي كثير ناس بتغني. كم في ليمون وهبي في اليوم؟ ما في. ما في فيلمون، لا. حليم الرومي هو اللي عرفك على فيلمون وهبي؟ لا. مين عرفك عليه؟ ابن ضيعتي. حليم الرومي سمعني، كنت كان في شباب بفرشيما، ابن خالتها لمجد الرومي كان عامل مسرحيه اسمها جون فييف. بين الفصل والفصل يطلعوني انا ادق على العود وغني، مثلا احب عيش الحريه، يا ابو الريح على فين. هالاغاني كانت معروفه لعبد الوهاب، حافظهم من بي انا، ما كنتش اسمع، ما كان في اذاعات. كان بكفر شيما يقعد المختار هيك بيته باول كفر شيما كله بليمون هيك، رزق الله ذيك الايام، يزهر الليمون تشم روايح حلوه. هلا بتشمش الا مجرير، شو بعرف من وين بتجينا الروايح. غيته بقى يدور، كان في غرافه يقولوا له بهذا اللي بيبرموه هيك، يحط اغاني لعبد الوهاب قديمه، كانت هيك زفت الاسطواني كان زفت لقد هيك يعني. اما اذا بدك تحطها فوق راسك بالشتاء بتحمي لك راسك بالشتاء، عرفت كيف؟ وبتحمي لك راسك من الفن. بقى بلش يحطها، وايام صيفيه الناس ما كانوا يصيفوا يعني، على الساحل يروح يصيف بالبحر، يعمل خيمه على البحر، عرفت كيف؟ يبقى ايام مش عارف هو يقوى البحر، لقوا حالهم بالمي صاروا يسحبوا له المي. كانت حياه مهضومه. بقى يدور الاغاني عبد الوهاب. هلا بتعرف الناس كلها عم تشرب وعم يتعشوا على السطوح على البلاكين وجنانات، يبلش مثلا عارف كيف؟ يبلش يا مختار سرعته له عبيلو ايوه على المختار سرع. ملحم بركات، من اجواء طفولتك انت اليوم وقتها تتذكر او تستذكر طفولتك، بتقول انه يا ملحم اذا برجع طفل فيني اعمل شو وشو وشو ثلاث اشياء، شو فيك تعمل؟ ما بحب ارجع. ليه ما بتحب؟ بدي ارجع اكبر. لشو بدي ارجع؟ من زمان قال لي الله يرحمه جورج ابراهيم خوري، قال لي اذا ربنا رجعك على الحياه وزاد لك مثلا 100 سنه اعطاك اياهم 200 بترجع؟ قلت له لا. قال لي لا. قلت له بدي ارجع موت، لشو بدي ارجع؟ بتخاف من الموت؟ بتخاف؟ بخاف امرض. بس بتخاف تموت؟ موت ما في اهم منه. بس بتخاف؟ ما بتعرف الموت، المهم ما بخاف اتعذب لموت. بس اذا بعمل هيك وبروح بتمنى. لما رحلت والدتك بتعرف يا استاذ بهالبلد هلا في كثير ناس يتمنوا الموت، يتمنوا الموت؟ ليه؟ مش مبسوطين، مش عايشين بهالبلد. اوف طلع بالي احكي كثير بس ما بدي. كثير عندي اشياء خطره. قول. لا بالوضع؟ كثير بالوضع الراهن؟ كثير. يا عبي شم عليهم. على مين؟ على الكل. السياسيين؟ كل السياسيين. القادة تبعولي؟ كلهم عيب عليهم. بيمثلوك؟ بتفخر انه بيمثلوك هن؟ لا ما بتفخر. لو بيطلع بايدك واللي بدهم اياه يعملوا في، ما بقبل يمثلوني، ما بقبل. ما حدا غلطوا بحقك؟ ما حدا للبلد. غلطوا بحقنا؟ كثير. كلهم؟ اوكي. ما تجرني ها. مصلحجية؟ كثير. ما تجرني عم بقول لك. على حساب شو؟ ايه؟ مصلحجية، شو أهم شيء عندهم؟ هن جيبهم. قال كلمة نصر الله، سيد نصر الله كثير حلوة. شو قال؟ قال لهم في ناس
إذا قالوا العرش أو نفسك، لا نفسي. بتهمه مصلحة وطنك أو نفسك، لا نفسي. هيدي من أجمل ما حكيف بتاريخ حياته. ما المشكلة الصادق، السياسة الصادق بالبلد مثل قيمته مثل قيمة السياسة الكذاب، نفس الشيء. كم واحد صادق بالبلد؟ يعني ها؟ كم واحد صادق بالبلد سياسي مسؤول؟ أنا الحديث هلأ ما لقيت؟ في مين؟ ما بدي خيف مين؟ خيف فيه بدي يسمي حدا يستلم هالبلد؟ من المشكلة بحطهم كلهم نفس الخانة. الخانة بس سمي لي حدا ما صادق. مثلا يعني في ناس صادقين كثير. من ضمنهم مين في صادق؟ واحد صادق منهم خليني أعرف. من 43 عم بتقلي أنت ما تجرني يا مش عم جرك حبيبي. من 43 ليك بعدين جرك لمطرح مش منيحة انتبه. مش مشكلة أنا معك بأمان. من 43 لهلا ممشار الخوري عم بتقلي أنا مراقب الوضع. مين صادق؟ قلي خيي واحد صادق بهالبلد. أنت برأيك مين صادق؟ إجا شخص على هالبلد بس اللي حواليه ضروه ما عرفوا استغلوا، لأنه إجا بده يبني دولة مهمة. إيه جماعته قعدوا الكل ببيوتهم. فهمت علي كيف؟ ضروا. مين اسمه؟ فؤاد شهاب الله يرحمه. فؤاد شهاب الله يرحمه. اليوم ما في حدا. بكذبوا ابو مجد؟ بكذبوا بتصريحاتهم؟ اكثر بلد فيها كذابين بالسياسه. اف كثير. وقت بلش مؤتمر الحوار انا قلت عنه راح يكون فاشل جدا، ما راح يزبط. مين راح مين شو اللي راح يفشله؟ مزبط. هن الاشخاص ولا الصيغه؟ ان شاء الله ما يصير اللي عم بيفكروا فيه. بتصور البلد راح للفدراليه بال 2007. اذا الزعماء بهالبلد ما وعيوا هالشغله البلد راح يا فدراليه يا كونتنات. في ناس عم بتصلي يصير هيك. في ناس مقطوع قلبها فزع ما بده يصير هيك. بتفكر انه تضب شنطك وتفل من البلد؟ اعوذ بالله. ما بتفكر؟ هون بدي موت وبغير بلد بدي موت، بس بفضل موت هون لان في مين يحملني. بتشجع اولادك يسافروا؟ لا. فكروا يسافروا؟ لا. مجد مثلا فكر؟ لا 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 انا كثير انا معلمهم بس شغله وحده انه يحبوا لبنان. مش معلمهم يحبوا مرة او شيء او لا، بس حبوا لبنان. مين كبير هالوطن؟ كبير هالبيت مين؟ اللي اسمه لبنان. عم بنقلوه من منطقة لمنطقة. لحد ما يقتلوه. خليني بطفولتك، الوالدة لما غابت غنيت لها يا كبيرة هيك البيت، صح؟ كيف غنيتها؟ انا كنت عاملها بالمسرحيه. من ظهرنا مشان التعزيه حطوها، جايبين بفلات كبيره حطوها. سمعت ناس عم بيسبوني، صاروا يسبوني قد ما بكيوا. مشهد كثير صعب. كيف الكلام؟ يا ريت كل واحد بلبنان بفكر بلبنان مثل ما بفكر بامه، يعني اللي بحب امه يحب لبنان. يا ريت كانت بتخلص كل شيء بهالبلد. كنت عم فكر من يومين، قلت انا طيب المسيحيه والاسلام بيعبدوا رب واحد، الله واحد. خلي حدا يقول انه خلي المسلم يقول للمسيح انت الله اللي بتعبده غير الله، ما حدا بيسترجي يقولها لانه رب واحد بهذا. طيب يوحدوا شوي، يتوحدوا نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. لك يا خي يتوحد شو حيصير؟ انه فكر ربنا بيزعل، بالعكس بيباركهم من فوق. بتتمنى توصل لوقتك مثلا انت تلاقي على مثلا مسلم ميت عم يدفنوه وفي خوارنا واقفين مع بعض هن المشايخ، بتتخيل توصل لهيك؟ في اجمل منها؟ ملحم بركات، انت برايك رح يضل في عنا بلبنان حتى اذا ما قلناها هيدا مسلم هيدا مسيحي؟ بدها تضل الاسامي، شو بك؟ ما قلت لك المره الماضيه الأسامي بتخوف بلبنان، لازم ينمروا للناس، كل واحد له نمره. أنت ثلاث خمسات
بعرفش ليش شايف الخمسة بوجهك. اللي كلام يا كبيرة هاك البيت كيف؟ ما بعرف نسيتها، ما تذكرني هلا. اللي بحب انا خيي نسيتها يا اخي. اللي بحب لبنان خيي كنت دقيت مثل ما يحب امه. لشو جايبني انت لبنان؟ تستنطقني يعني وتذكرني بالماضي وما بعرف شو؟ اي بدي اتذكرك بالماضي. خلينا نحكي كم نكته هيك شغله. الحاضر الحاضر يبنى على الماضي. اذا لبنان رح نحبه مثل ما بنحب الام، ذكرني بالكلام كيف؟ في واحد حمصي معقول انت بدي غير شوي موتني بالرسمه. في واحد حمصي، واحد حمصي عم بقول له لرفيقه، قال له اخي والله العظيم عندي معلومات، انا شيء بجنن. خبرتك يا شيء؟ قال له عندي معلومات فظيعه. خبرتني بنسون طالع بالي اسمه اشترك ببرنامج من سيربح المليون تبع الاستاذ جورج الراحي. قال له طب اشترك. قال له ما عم بعرف كيف بدي اتصل فيه. قال له يا حبيبي بالجريده. طلع بالجريده هيك لقى حاطين رقم، وحاطين تحت الرقم انه عندما تتصل بيسالوك سؤال بدك تجاوب بسرعة، إذا جاوبت بسرعة وربحت تسرق بالقرعة بتجي بتشترك. يا حرام هذا، ما نام طول الليل يا مسار، يطلع الضوء يتلفن تلفن الساعة 7:30 تلفن. رد عليه واحد بالأشرفية فاعي سكرة وعشا ما عم بيهضر. ألو عمل له هيك. قال له مرحبا أستاذ، أنا عندي معلومات كثير قوية. شيل هيدا عندي. قال له أنا عندي معلومات، ما طلعنيش بشع يا أخي، مش بشع. عندي معلومات كثير قوية وحابب اشترك ببرنامج من سيربح المليون تبع الأستاذ جورج الرداحي، وأنا حسوم من حمص. قال له شيء بخري. قال له طز. حطوا دعايات ولك هيك من البداية بلش. أم عين لوين؟ تفضل معي. طيب زعفوا هلا من بعد ما راح، من بعد ما فلتوا. تفضل بعدنا على الهواء. بعدنا على الهواء؟ لكان زعفوا مرة ثانية. هيدا من الحمباركيت. شو عامل لك شيء؟ على نداء من المسؤولين شيء؟ بعد بعد شوي. الله يسترنا. ابو مجد مجبور الفنان يعرف بالسياسه بهالبلد؟ في فنانين بتقول بيقولوا لك انا ما بفهم بالسياسه. يا خيي اوعى بكره بتتروق سياسه. طيب بتغدى سياسه بس الفنانين معظمهم بس تقول لهم بتعرف بيقولوا انا ما بفهم بالسياسه وما بدي. كذابين ما بحبوا البلد. مثل ما بيكرهوا اللهجه اللبنانيه وعم بغنوا بغير لهجات، نفس الشيء. مين بيكره اللهجه؟ كلهم. بيغنوا بالمصري او بالخليجي؟ بكل شيء. هلا في 8 سديات بالبلد كله باللهجه المصريه. 3 ولبنانيه كلهم. انا بالنسبه لي لو كنت وزير داخليه او وزير اعلام بمنعهم. بمنعهم انه يغنوا بغير لهجه؟ بمنعهم يرجع يفوتوا على لبنان. على لبنان اف؟ طبعا عيب. انا بدي ادعيك نقعد بالمنطق اول شيء. شو هذا؟ هيدا لالي انا عم بتعلم هلا عن جديد. عم بتعلم. مش عارف حالك شو بدك تعمل انت. رح تموتنا انت بهالبرامج كل سنه. ابو مجد بدك خبرك نكته ثانيه؟ اللي بس عمول معروف. اول شيء مع كامل الاحترام للمشاهدين بحمص والمشاهدين بالاشخاص. ليش يا خيي شو عم شبك عم لي مشي مع حمص يا يعني انت يا خيي انت انا كل ثلاث اربع ايام ببرم من حمص بكره بيلقوا لي الشباب هون يجي بيقولوا لي خبرنا نكته حمص. هذا في واحد اسمه فينسون او كلهم او نكت الي ايوب منصور يعني بالعربي. ايه فينسون تلفن هذا بطقطق تلفن على الاشرفيه على الكركون، شاف حمار ميت على السديكو على الرصيف بقى على منطقة السديكو. ايه السديكو ما تلفن على الكركون. رد عليه الدركي نعم. قال له انا اسمي فين 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 فينسون. قال له علي فينسون. قال له في 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 في, في حمار ما حمار ما حمار ميت على قال له سحر سسين. قال له لا على السحر ست ست. قال له وين يا خي؟ قال له قال له غاصبه جيب واحد يفهم حل عنا. صابش خط بوجه ايه خوت فينسون. طيب شو عم بيعمل منيح فينسون؟ عرفت كيف؟ رجع بعد شوي دق. الو 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 درك على فينسون عرفه. الو في 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 ما 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 الو ايه 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 حمار ميت على ساحه. الو على ساحه سسين. الو لا 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 الو خيوان على الساحه. الو على ساحه سسين. الو يلعنها خلص جيب حد يفهم. طب ايش خط بوجه
بعد ست ساعات تلفة مرة تالتة. ألو ألو، أهلا فنسون، شو صار معك يا فنسون؟ قال له في 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 حمار مي 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 ميت ما بعرف شو. قال له وين على ساحة سيسين؟ قال له نعم. يا قول هيك ولا هيك؟ ولا شو أنا سامع لك على ساحة سيسين بتقول لا؟ قال له ما أنا ما 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 جريته. طيب خلص نكت هون. ليه خلص نكت هون قاعدين كل العالم برا عم بيضحكوا على الهوا. هلا بيجي داعيك بيجي لكم دعايات زيادة. ابو مجد هون قاعد بالمنطق انت بالمنطقة؟ بالمنطق اه بالمنطق المنطق والعقل. شو كمان بتطقطق انت؟ عم تقول لي انه بتعرف معلش بقاطع بحديثك قطعته 30 مرة شو بقاطع الحديث. بتعرف لو بتعمل برنامج هيك انت بتطقطق فيه طول الوقت؟ كيف يعني؟ يعني برنامج اسمه الطقطقة الأولى تكون أول حلقة انت؟ انت مثلا بتقول لي أهلا أهلا وسهلا استاذ من ملحم، بقوم الكف أنا دغري شو البرنامج هيك؟ هلا برنامج كله طقطق. هلا أنا رح أسألك أسئلة مثل الكفوف، اسمعني. بالمنطق هون قاعد انت عم بتقول انه الفنانين لازم يفهموا بالسياسه ودغري دخلت مش يفهموا بالسياسه يحترموا بلدهم ويحبوا بلدهم. طيب معقول الست ست ست سبع سديات بالبلد ما في اغنيه لبنانيه؟ كيف لك كيف لهم عين؟ مين عم بيعمل؟ كيف لهم عين يمشوا بالبلد؟ سمعت إلي. سمعت ناس عندهم سديات كلها شو لك ما في اغاني ضاربه في ناجحه. طيب اذا ناجحه وضاربه يعني منيحه الغنيه كيف؟ إذا نيش حلقة مش عم نقول نحكي منيح أو مش منيح، ليش ما بيعملوا أغنية لبنانية بتنجح معه؟ أعطيهم أغاني، ما أنت بيهلك الواحد بيهلك الواحد لا 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 بيهلك الواحد لياخذ منك لحن. خلص عديتك التقطو. بيتعب الفنان بيتعب الفنان إنه ياخذ منك لحن أبو ماجد. عندك مشكلة. طيب يطلبوا بيطلبوا من مين بيطلبوا؟ منك. في 20 ملحن من احلى الملحنين قاعدين ببيوتهم ما حدا بيطلب منهم. مين؟ كلهم. مين؟ نور الملاح، احسان المنذر، شفيق فيا عفوا شفيق مغربي. شفيق مغربي عفوا دعض الله يرحمه. طاقتي قلقتني مش عم تزبط معي. الله يرحمه. في كثير ملحنين يا زلمه. ملحن بركات من بيناتهم. ايه انا قاعد بالبيت ما عم بعمل شغله. سمير صفير. سمير لا سمير ما عم يشتغل. سمير اكثر واحد زلعان يا زلمة. سفير وين ما فتحت حنفية المي بينزل سمير منها. بتحب ألحانه؟ بس عم بيتضايق لينزل قد ما اللي صار. شفت شعره شو مهضوم بالشعر؟ نحن بنحييه لسمير. بتحبه؟ ايه بتحبه؟ اليوم شفته بالشيراتون بالشام قلت له بقتلك إذا إذا بتحط حلقة بقتلك. هو حر عرف إنه بقتله قال لي خلص بشيلها بس عم بيقولوا لي عم بحطها بغيبتي. شو هذا؟ سمير صفير الأم حليم طالع شو ما هو يعني هو حر بيطول شعره حر هو ايه والله حر. شو بدك شو رايك بنجاحاته؟ اوه فنان نجاحاته كبيره. بس سمير لا شو المشكله بسمير؟ سمير سريع كثير يعني بينتج كثير كميه كبيره. اهم شيء بالفنان ينتج عمله يعني اذا بيعمل بالشهر خمس اغاني يعمل اثنين يا خيي ويضرب سعر بيطلع قد الخمسه. الفن بده طب اذا بينتج هو اسرع لايك. منك لا لا ما فيش مش قصة سرعة لكن إذا بدك أنا هلا جيب لي كلام 10 أغاني بعمل لك إياهم بساعة بس شو بيطلع أنا؟ بكرر حالي. دائما الملحن هيدي علمهم إياها معلش لو بدي أخسر أنا معلش بعلمهم لأنهم بتخليني أعلمهم قبل ما فلنا الدنيا. دائما بس يلحن المذهب ويحسه مضبوط يتركه بضل يرددوا 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 بصير كوبليه هي تعيط له. كملني انا هون مثل هالغنيه يلي انا قعدت معك مرتين ثلاثه انا حفظتها. اي اي بتقول هلا بستحق قدامك لا 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 اوعى ليه؟ اوعى لا بدي اوعى تغني فل بشرفي. ليه بتفل؟ فل بظهر بدي غني لانه حلوه الغنيه يسمعوها الناس. بتعمل بدك تبلش انت بلش انا شو هي؟ هيدي بالح اي اه بالحرب بغني لك وبالسلم بغني لك يا وطني انت بدمي من دمي ما بشيلك. لك يا خي مش لقت العود عم بمزح معك. شو بك؟ يه
بعطيك معقول نشان انت امسك العود؟ لا حطه هنيك. ليه؟ حط ممنوع. طيب كيف الغنية هي؟ منعني بالبلدية امسك العود هذي. طيب كيف الغنية بعد مرة كرمال الناس يسمعوا؟ قلت لي انه بس يتكرر المذهب بيحفظوها. بالحرب بغني لك وبالسلم بغني لك يا وطني انت بدمي من دمي بشيلك هو بالحرب بغني لك تلا عم بتجرني انت وحده ثانيه حبيتك انه اول مره بمقابله بغني شيء هيك اول مره بحياتي ما بغني بمقابلات انا مش ماسك بدك تكون تستعد اكيد تنظف زلعيمك بدك تقشون انا عارف مين وراء هاللعبه هذه ماشي الحال بدي اقول وحده ثانيه كل حال بنسلم عليها كثير انا عارف مين عمل لك هاللعبه ماشي ما بيتامن ما في امان كل جمهورك ايه شو كل جمهورك اللي عم تكذب علينا الزلمه شو كل جمهورك في غنية تانية كمان كتير حلوة هيك سمعتها مرتين تعلمتها بتقول الله الله لحظة أقول لك لك خي كمل حلقتك بحبك كمل حلقتك يا تقبرني يا خي قرب يا نشان يا خي قرب لك يا نشان شيل هالدماغ من هون بعده مش نازلين هون بيترقون بيسرقون لك بيسرقون ما في حدا بيسرق ما نحن على الهوا هلا وشو اسمه في كابيرا يا حبيبي خي في كابيرا لك يا خي حرامية مليان ما في لحرم يقول يمكن نتهن شباب تعالوا شو بقربوا سكيورتي ايه لا جد بياخذ المطلع خي ما حدا بياخذ مطلع يا خي عم نقول على الهواء هيدي لملحم بركات هالغنية ما حدا بيترقى يا خي بيترقى ما حدا بيترقى يا خي سقفية انا بدك تسكت ولا شو كيف ابو مجد خلص لك يا خي خلص يا حبك يمكن ما نتهنى يمكن خي فوتو مش عم بفوت معك شو ابو مجد كيف؟ بحب هيدي يا خي يا خي بحب انتوا عم تعملوا هودي هيك يمكن نتهنى عمل لي اياها كيف هون على الطاولة مين علمك علينا؟ انت علمت ما كنت بعد دور طارق انت علمت كيف؟ شو؟ كيف هيك؟ يا خي والله يا خي اعملها مره صغيره لك يا حبيبي بياخذ الكلام والفكره بياخذ على بكره بنزلها يا خي لايف نحن قطشت ايدي قطشت ايدي خي انا بدي فل يمكن نت شباب حدا ظهر لنا مش عم يجي يمكن ما نت كيف ابو مجد لكن بجامع العبارة مثل الدبان لك كاميرتي مش هون بس يمكن نت لك يا خي مش يا خي بس يا خي مش رح اقول يا خي اذا الجمله قلتها رح يا خي قلت هذيك وطنيه يسرقوها مش مهم هذيك الوطنيه يسرقوها بس هيدي حلوه كثير هيدي فيها انت تريد مارك ما تعني ما تعني بحبك ما قال الكلام يمكن ما نتهنى بعدين يمكن يمكن ما يتركنا قلبك ولا يتخلى عنا بس خلص 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 تعقد هالغنيه خلص خلص يا خيي خلص يا حبيبي يا روح يا بدها تنزل ها بدها تنزل رايعه ايه سجلها برا الفيونات بنحط كمان جد برا بتركيا ايمتى ان شاء الله بعد كم سنه لا هلا قربت ليش رايح تسجل برا لانه شغله حلوه كثير وشو ما في عنا هون كمان بيطلع حلو اذا قدرنا نعمل اذا قدرنا ضبطنا قدرنا جمعنا مجموعه لانه الحمد لله هلا المصريين كلهم حسب التوزيع كمان حسب الموزع اذا الموزع هو بيقرر هون او برا ما اقتنعت بالجواب لانه انت بتعمل اشياء حلوه هون كمان مش ضروري برا لانه هذه لا هي شغله كبيره كثير بدنا بدي اشغل يعني شغل يمكن يكتبوا اكثر من سطر للالبوم ايمتى الالبوم هلا في مشاريع صاير كذاب مش انت اسم الالبوم البوم ايه مزبوط 2006 من الحين بركات صاير كذاب يا زلمه كله ركض بركض ليش هيك انت نسيت اسالك من ضمن الاسامي عن نانسي عجرة لك هذا لا بيفتح نسيت اسالك عن نانسي شو بها عم بسالك كنت عن سلسله ايه ما ناس شو بها ما كنت قايل عنها عن صوتها ايه عن هضمها يعني لا ايه طبعا مهضوم جدا هيفا وهبي وين دخلك هيفا ايه بعد بكره ضيفتي رح تكون تعال مخفيه مش مبين ليه رح افكر مسافره او شيء كان في اتصالات بينك وبينها؟ لا لا أبداً؟ من وقت اللي قلت عنا لازم يعملوا له ورق بول ما بعرف شو مع شكرتني ومن وقتها ما عرف سمعت صوتها رح أسألها نهار السبت لا لا دخيلك ما تسألها رح أسألها شو بدك فيها؟
خليني اسالها تفضل. بده يحكي معك بيحكي معك. شو هاي هون؟ شو بننزل هون؟ اذا بدك. ملح بركات خبرني عن امنيات تمنيتها كثير بحياتك بهالستين سنه، وخبرني عن امنيه وحده ما تحققت واليوم بس تطلع فيها بتقول خلصتي، انتهى وقتك وما عاد تتحققي. شو هي الامنيه؟ رجعي عيد كل اللي عيدون، لانه عم فكر على وقت سالت عن هيفا، عم فكر شو جاوبت شو حكيت. طيب خلينا نحكي عن هيفا كف. خلص حكينا. ايه رجعت اليوم. زعلت يعني من وقت ما حكيت معك او؟ طبعا بحبها كثير انا لهيفا. شد اتصلوا بهيفا خلينا نحكي على الهوا. لا ليش؟ بس بدي دوب. طيب بدوب. اتصلوا فيها لهيفا اعطوني اياها لو سمحتوا. لا 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 اذا فتحت. معلش رجاء معلش غير مره. ليه؟ بكون على برات الهوا. بدي احكيها كلام حلو. تحكيها ما فيني يا خي. خي بتحكيها يا خي بعرف على رمضان ما فيني احكي. شو اللي امنيه وحده بهالستين سنه تمنيت انها تتحقق، هلا بس تطلع عليا بتقول انه مرق وقتك، انتهى زمانك وما عدت تتحققي، اي اغنيه؟ اغنيه؟ اي امنيه؟ في كثير امنيات. وحده منهم كان في شقفة أرض كنت حبها كتير، كنت أنا وصغير هيك نطلع أقعد مع السيادة تلي كلها صنابر هيك، اشتريتها وراحت من إيدي، رجعت روحتها. كان بدك إياها لإلك؟ كنت بدي إياها، بدي أعمل فيها بيت كبير حلو جميل هيك. هذه أهم شغلة كانت بحياتي، لأن كانت طفولتي عشت فيها هاي المنطقة تلي، عشت فيها. بدي إياك تختار. شو هون؟ كم قطعة معدنية بتحب تعمل أمنيات وترميها هونك بالفون تاعنا؟ وحدة بس. وحدة بس نحن بدنا ثلاثة تاخد. لا أنا وحدة. هلا أنا رح آخذ اثنين احتياط. فرجيني أمنيتك أنت. لا هو لإلك أنت. فكر منيح بالامنيه لانه الناس بينطروك، بينطروا الكلمه منك ملحم بركات. كيف بدك واقف هيك؟ ايه. شو مصورين لي هونيك تحت؟ ايدك. امنيتي عم بعمل قطعه موسيقيه طولها بحدود النصف ساعة من بيتنا للمدفن. أمنيتي خلص هيدي القطعة الموسيقية يلي بس اتوفى يحطوها بالشارع يسمعوها كل الناس إنه اخديني على المدفن. الله يطول بعمرك أبو ماجد. لأنه عم بعمل قطعة مقطوعة موسيقية رح تكون من أجمل من سمع، ما حدا فكر يا الشغلة إلا أنا. أنا رح أعمل أمنية يا رب طول بعمره لأبو ماجد. بدي موت بالآخر. خي طول بعمرك. حدا بده يعيش كثير، ما حدا عيش ألف سنة، بدي موت. بس أمنيتي هذه أعملها. طيب يا رب طول عمره لأبو ماجد يعمل هالمقطوعة الموسيقية ونسمعها. لا عم تحكي لا عم فول يا خيي. شو بدي أقول لك؟ طيب عم بقول لك طيب. مسا الخير هيفا. أهلين مسا النور. رمضان كريم. الله أكرم. رمضان كريم لألكم. شو نايمة؟ مساء الخير. كيفك؟ الحمد لله منيحة.
شو بصوتك؟ لا ما بوشي مقرب شوي يمكن. سلامتي. عم بضحك عم برجف بركه. احكيها انت. شو بدي احكيها؟ انت طلبتينا انت هيفا طلبتين. ليه قطعتي اتصالك بملحم بركات؟ انا والله مش بقى يعني ما في شيء مقصود يعني استاذ ملحم استاذنا وكبير وبيمون ونحن مقصرين اكيد وهذا استاذ كثير كبير يعني للبنان ولكل الوطن العربي فانا يعني شو ما اقول قليل وشو ما اعمل قليل اكيد نحن مقصرين هو بضل كبير هو اكبر وبيسامح و عم يعني نقول هو اكبر وبيسامح ونحن مقصرين عم بسمع انا مش عم بسمع لو سمحتوا خليني اسمع الروتور باستوديو احسن اعلى قوي شوي الصوت لانه هيدي فرصه ما مش كلام تتكرر نسمع صوت هيك منيح هيك منيح انت كبير وانت احسن مني اكيد لانه رايك فيي يعني هو عباره عن قيمه لإلي لما انت بتحكي عني واكيد انا مقصره واكيد ما في شيء مقصود وانا بحبك كثير يعني انت بتعرف قد ايه انا بحبك انا بحبك اكثر وانت بتعرف اكيد 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 اذا انا ما عم بحكي بعرف انه انت شغالك كثير وما في شيء مقصود ابدا وانا مقصره طبيعي يعني وان شاء الله بصلح اذا عملت شيء غلط هيفا سمعت الأغنية الوطنية الجديدة مع ملحم بركات ونجوى كرم؟ اي نعم كيف شو رأيك؟ سمعتها وبعتقد انه استاذ ملحم وست نجوى قيمتهم الفنية اكبر من انه انا اعطي رأيي لانه هيدا عمل فني ووطني كثير كبير وانا يعني بنبسط انه عندنا فنانين بيحملوا اسم لبنان وبيحكوا باسم لبنان واللهجة اللبنانية واكيد نحن مش مثلهم ولا بنطلع نقطه ببحرهم ونحن بنتشرف انه عندنا انسان مثل استاذ ملحم بركات يحمل اسم لبنان بهالطريقه الراقيه والحلوه واللي ما فيها ابدا 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 ولا نقطه سوداء يعني هذه شغله بتشرفنا فانا ما فيني اعطي رايي بعمل هالقد كبير وهالقد راقي وهالقد لبناني الا اني شوف حالي هيدي اللي بقدر اقوله لانك صار لك زمان ما حكيتيني صار عندي واوا سلامة قلبك من واوا الله يخلينا اياك باسم الحيم ويطول بعمرك ويخليك للبنان ويخليك يعني لهالسميعة يلي اذا حبوا شيء حبوك واذا بيستلذوا الطرب من يعني سبب كبير من الاسباب هو وجودك يعني بهالبلد وبهالساحة الفنية اللي هي عظيمة كثير لانك موجود فيها هيفا بصراحة عن جد واحد شو ما يقول بي يعني بيظهر الكلام قدامك شو بده يقول شكرا يعني ونتعلم منك علمنا أنا مشتاق لك جدا ميرسي وأنا كمان اشتقت لك مبسوط فيك قد الدنيا وميرسي كثير على هالأغنية الحلوة اللي قدمت لنا إياها للبنان أنت وست نجوى كرم والله يديمك للبنان شكرا ودايما تقدم لنا أغنية لبنانية بهالرقي ويمكن ما صح لي فرصة إلا تمسي كمان على الأغنية الرائعة اللي قدمتها للست ماجدة الرومي بشكرك أنا كلك ذوق يا حبيبتي شكرا هيفا وهبي موعدنا معك نهار السبت إذا الله راد بأكيد أكيد مايسترو شكرا تفضل معي لا معي تفضل معي أثرت لا نوقف هون لو سمحت أثرت أكيد بالمشاهدين عن المقطوعة الموسيقية اللي عم بتحضرها قلت أبو مجد كل ما الإنسان كبر بالعمر كل ما الرؤية تبعيته بتكون أوضح طبعا تأسف اليوم على أمور تندم عندك ندم مش كل الأمور في بعض الأمور بندم عليها تسوى الحياة إن الواحد يندم لا انه الواحد يكذب لا ويغش اجمل شيء بالحياه كل ما انت عم تقشع لانه ايام اذا بتسمع ما بتشوف كارثه انا بقول انه اغلى شيء بالدنيا هو النظر هذا برايي انا نحن بدنا نحيي كمان المشاهدين المكفوفين كمان وهن يمكن
يعني بيرضوا بانه المكفوف بيكون عنده بصره بصيره، بصره بيكون مقلوب لجوه بيشوف الداخل، لانه في كثير ناس عنده النظر وبصر بس ما بيقشعوا من جوا من الداخل. مهم الواحد يعرف جواته اكثر من خارجه براته. واللي بيقشع لو ما قدر يفسر شو عم بيصير او اذا متضايق، المهم عم بيقشع. تفضل معي. لوين؟ لعندي. أهلين، هاي إلي؟ هيدي لوحة رندا هبري، بدي وقفك حدي لو سمحت كرمال. رندا هبري هي رسامة حاصلة على رندا هبري حاصلة على ماجستير بالأدب الفرنسي، بترسم من هي وصغيرة. لوحيتها انعرضت بكل لبنان، كان لها تجربة فريدة بمهرضين. اخترتها القنصلية بلاتفيا مع 18 رسام حتى يمثلوا لبنان. بتعشق اللوحة، باللوحة التقنية والحركة واللون، وبترسم كل المواضيع. لوحة اليوم اسمها الدبكة أمل، هي رقصة الأمل، عملتها سنة 2001. حست إنه بتليق هذه اللوحة بالموسيقار. رندا هبري بتنظر للحياة، بتقول بأنه بكرة جاي أحسن من اليوم، وبوجود المحبة كل شيء بيتحقق. إذن من رندا هبري إلي أنا؟ هدية لألك. نعم، بشكرها كل ذوق. مزمت بالبق لهنا حلو كثير. تدبك؟ كل ذوق، كنت أدبك، هلا أنجي أقدر أمشي. طبعا مهلك مشي، تفضل أقعد هون. هديني شريف. عمهلك عمهلك أبو ماجد، عمهلك. أيوة، وعلى قلبك حدك أبو ماجد. كاتب وصيتك؟ حاضت مي هون. أي بسيطي؟ لا ابدا. بتامن بكتابه الوصيه؟ اريح. طيب اريح يلي اللي بقي من بعده اريح. انا بدي اياك تكتب وصيه، المشاهدين ببيوتها ببيوتهم ما بيشوفوا الوصيه. هالوصايا اربع وصايا بدك تكتبون بنهايه هالشهر الفضيل يوم الفطر. رح نفتح كل درج بدرجه ورا ونقرا وصيه كل ضيف من ضيوفنا. أنا كتب لك أربع وصايا بيقولوا: أوصي بمزرعتي لي، تكفي. أوصي رندا أم أولادي بأن، تكفي. أوصي مي حريري أم ملحم جونيور بأن، ثلاث نقاط. أبوح بسر ولأول مرة وهو أنني. بدي إياك لو سمحت أصلاً ما بدي إياك تكتب وتحكي، بديك بس هو بيصور يا اخي، بيصور بس ما بي شو عم بيعمل هون؟ بيصور كرمال بليلة عيد الفطر. فرجي المشاهدين كيف كنت عم تكتب الوصية. تاخذ 100 وبتروح وما بنشوفها على الهوا. 200؟ قلت له 100 دولار وروح. قال لي لا 200. اخي روح عني، بدي كيف بدي اعمل وصية؟ مثل الجمهور مش شايف. الجمهور مش شايف، هو بس عم بيصور. اخي راح اكتب وصيه وحده انا. ما تكتب، بدي اياهم كلهم. لا اربعتهم ابو ماجد. راح اكتب وصيه وحده اربعتهم ابو ماجد اذا بتريد. اربعتهم لازم تكتبون. هي هيك شو بالقوه؟ ايه بالقوه. جيب لي الدرك فرد مره. خلص اكتب شغلي انا وانت بعدين بتزبطها. شيلوا هدول كلهم هدول. كله هذا ما بفيد. ما تقول لي شيء، كتب من دون ما تحكي. وصيه الوصيه بدك تكتبها هلا اكبر من كل اللي طيب. كتبون انت. ضبة بديك تمضي. مع تاريخ اليوم قديش اليوم؟ 28 9 9 2006 غيرت الليل. أنا اللي بدي إياه بدي أكتب وصيته، بدي وصي وصي أنا وصيته. شو بدي مثل ما بدك. شو عم بدي أعمل لي وصية ورثة؟ أنت عمل لي مش وصية عندك. لمين رح تترك مزرعتك؟ ما قلت لي. لا روق، وين رايح أنت؟
ياغي عم تسمعوا له مش عم تسمع بس ياغي منين الحداد ولا منين؟ ايه ابو مجد المزرعه لمين؟ ياغي الشباك تعلقني انا ولادي روق لمين رح تتركها؟ لوش حشور كثير انت لا بس انه لمين رح تتركها؟ شو لك دعوه معي؟ ايمتى رح تتزوج بنتك غنوة اذا الله راد؟ اي شهر؟ تشرين الثاني 25 الثاني بدك تجي على العرس؟ اكيد بدك تعزمني ولا لا؟ لا؟ مين علمك عليها؟ حلوة الطريقة هي طبعا قمت علمك هلا بعد شوي لوين؟ هيدا بالدرج هيدا قلبك برافو عليك من دون ما شفتش ولا مرة انت وافقت انت وافقت على صهرك المستقبلي ولا خيار كان لبنتك؟ لا انا ما خيار لبنتي ما لي دعوة انا بالموضوع بعد في شيء حبيبي؟ تفضل معي جينا لهي كمان Thank you. هي شو الريحة الحلوة؟ هي هون؟ نزل هون؟ Thank you مرة ثانية. كل لك زر أنا بشكرك. شو بيطلعنا عليها هي؟ نحن بيطلع لنا. تفضل. مضاقك لو سمحت. بعد هذا الفاصل مع الموسيقار ملحم بركات قلبا لقلب ووجها لوجه المهم انت تشوف احلامك قبل أرقامك لأنه الأرقام بداية منا نهاية ما تخلي شي يوقف بطريقك IBL Bank دايماً حدك حتى ما حدا يحدك IBL Bank نرى أحلامك قبل أرقامك أنا مش مرتاح مش مرتاح ماني مرتاح ما حدا مرتاح شو بك؟ الشغل ماني مرتاح بالشغل معاشك؟ لا خي المعاش مقبول بس أنا ما عم بقدر ركز بتروح الصبح مين بيستقبلك؟ مين؟ ماريان ماريان؟ تعطيني هالنظرات كأنه بدها تكلني بعيونها لا يا زلمة تعجبني البنت بس الشغل شغل بعدين بتروح تعمل فوتوكوبي مين بتشوف هونيك؟ مونيك مونيك؟ هاي الرابع مرة بتسألني عن رقم سيولاري أجادك ما عم بقدر ركز اجتماع آخر الجمعة زيين كانوا رايحين على سهرة وأنا قاعد مزروب بين الاثنين هون مش عم بقدر اتحرك فريد؟ أنا مش مرتاح مع XXL فودكا ميكس كل خبرية وإلى طعمتها شو رأيك ناخد سيلفي؟ ما بدي سؤال ييه شو صار؟ طب جرب بعد مرة ما عم تزبط خلينا ننقل لهوني لا مش معقول كل الحق عالطيان باستا ديل كابيتانو معجون إيطالي لتبييض أسنان وهو المعجون الوحيد يلي بيحتوي على الأكسجين النشط باستا ديل كابيتانو دايماً مبيضة 7 days croissant وحده بيخليك تكمل نهارك بكل نشاط عجينة بتشهي غنية بكريمة الكاكاو وطعمها ولا أروع جديد بكريمة الفانيلا الشهية هيك تنطلق بنهارك بكل نشاط 7 days croissant وقت اللي عبالك
آي وايت إنستنت، مبيض فوري للأسنان، بيوصل لغاية 8 درجات من البياض بطريقة سهلة وآمنة 100%. استعملوا آي وايت اليوم وحصلوا على أبيض ابتسامة بعشرين دقيقة. أنا مش مرتاح، مش مرتاح، ماني مرتاح. ما حدا مرتاح، شو بك؟ الشغل، ماني مرتاح بالشغل. معاشك؟ لا خي، المعاش مقبول بس أنا ما عم بقدر ركز. بتروح الصبح مين بيستقبلك؟ مين؟ ماريان. ماريان؟ تعطيني هالنظرات كأنه بدها تكلني بعيونها. لا يا زلمة، تعجبني البنت بس الشغل شغل. بعدين بتروح تعمل فوتوكوبي، مين بتشوف هونيك؟ مونيك. مونيك؟ هاي الرابعة مرة بتسألني عن رقم سيولاري. أجادك. ما عم بقدر ركز، اجتماعي آخر جمعة، جايين كانوا رايحين على سهرة، وأنا قاعد مزروب بين الاثنين هون، مش عم بقدر أتحرك. فريد؟ أنا مش مرتاح. مع XXL فودكا ميكس، كل خبرية وإلى طعمتها. لحوماتنا من أفضل المزارع، كل يوم بيومه. الخضار والفواكه من الفلاح لعنا. كل شي عرفوفنا من المصنع لكم. جودة، نوعية وتوفير. سلتنا الأوفر بلبنان والتنوع إلنا عنوان. هلأ ببيروت مول، سوبر ماركت رمال الأصلي أبو عامر، ليضل بيتك عامر. لأول مرة بحياتي صار عندي ثقة بحالي وبشعري كمان. مجموعة ريجنت فورت من مختبرات ESI الإيطالية، بأقل من شهر صار شعري عبي صحي وقوي. مجموعة ريجنت فورت، علاج طبيعي كامل للشعر. أكيد ولا شعري على الأرض. إكسل آيلاش من سويس كير، سيروم ثوري بقوي وبيطول الرموش والحواجب بنسبة 72% خلال أسابيع قليلة بشكل طبيعي. إكسل آيلاش من سويس كير، ما تنطري حتى تجربيه. التالي النشرة الجوية، تليها النشرة الإخبارية. وجها لوجه أو قلبا لقلب، ملحم بركات. خلا غني. بلشنا؟ لا. بدك تغني قبل ما بلش؟ لا، فتنا على الهواء؟ ايه فتنا على الهواء. عيب له، يلا. في عنا ست أسئلة من منطلق هذه الفقرة، عملناها من منطلق كل ما نقرب للشخص كل ما بنقدر ندخل إلى خصوصياته أكثر، ولكن الخصوصيات ضمن الحدود، مش التعدي على أو التطفل إلى حميميات الآخر. أول سؤال من ملحم بركات. أنت رجل ستيني. يا راتك ما قلت لك العمر، فلقتني في الليلة. أنت اللي خليني أطرح السؤال. أنت رجل ستيني، بدك امرأة حنونة، نجاح فني، أم مزيد من المال؟ أنا أصلاً من بداية حياتي الفنية ما كنت فكر جمع مال. استثنينا المال. امرأة حنونة أو جداً المزيد من النجاح؟ امرأة حنونة وتهتم بشغلي، تهتم بشغلي مش فيي، شغلي. كيف حنوني تقدر تهتم بشغلك وتقدر شغلي، تحترم شغلي وتقدره. سؤال تاني. شو عم بصير؟ سمي اسم فني لبناني بحجم ملحم بركات كمطرب وملحن بعصرك على قيد الحياة. بده وقت شوي بس، يعني بعده ملحن جديد، لأنه أنا أنت طلبت كملحن وكمطرب، ما هيك؟ نعم. يعني هو عم بغامر هلا بالألحان، يعني عم يعمل أعمال شوي بس. بتصور إذا بيفضى بيعطي وقت للتلحين بيطلع منه عاصي الحلاني. سؤال ثالث. توجه بكلمة لزياد الرحباني شجعوا فيها للعودة
إلى السيحة بقوة. يعني كنت بتمنى أقول بس مش حيسمع مني. قول. من زمان من سنة أو سنتين يمكن كان في فكرة عرض فكرة إنه ينعمل مسرحية أنا وياه. أنا وافقت فوراً وقلت لهم أنا مستعد فوراً وبفتكر يمكن هو حسب ما قالوا لي هن الناس إنه هن وهم وافق. كانت هذه أمنيتي. وقت سألتني شو الشيء اللي بتحلم فيه كمان من الأشياء اللي كنت أحلم أعمل مسرحية لأنه بفتكر إذا عملنا مسرحية أنا مع زيادة الحبيني واشتركت أنا بالتلحين كمان أنا وياه تشتغل لش 10 سنين عفت صح. سؤال في ليمون وهبي قال لك غنية قمرين رح تصير فولكلور سمي غنية لغيرك تسمع اليوم رح تصير فولكلور هذا الوقت هلا ما في ما في سؤال شو عم نقرب كثير على بعض اشتغلت مع الرحابني واشتغلت مع روميو لحود نعم مين الافضل وكل مسرح شو اضاف لك مع روميو كان عندي حرية بالعمل يعني أنا لحنت وعطيت وكل شيء بس مع بيت الرحباني استفدت في يعني تعلمت أشياء كتير بالمسرح من وراهن يعني كيف استفدت من المسرح استفدت من الحياة وتشجعت إني أعمل فنان من وراء الشغل معه الأفضل في أفضل بين المسرحين؟ هو الأفضل حرية يعني كان مع روميو أعطاني حرية أني أعمل بدية بالمسرح هني ما عندنا شغل قبل آخر سؤال كان في موعدين مع فيروز بس ما زبطوا الموعدين شو؟ في موعد ثالث؟ لا أنت طلبت موعدين؟ لا ما طلبت هني هي اتصلت فيه شو قالت لك؟ قلت لي ان نهار الاحد في موعد بدنا نعمل جلسه انا وياك وزياد السبت دقوا لي قال زياد مريض ثاني اسبوع كمان ما زبطت وشلته من ايمتى هيدا الموضوع؟ من 3 سنين يمكن فما عاد فكر بالموضوع بطل عندك حلم مع فيروز؟ لا خلص حتى لو صار في كان عندي حلم كبير كثير وانا بعرف شو لازم اعمله انا بعرف كان عندي حلم كبير كثير تعمل اتعاون معه يعني اعطيه اعمل له الحان حاضرين كان في واحد حاضر نسيته راح خلص انتهى الموضوع شلته من راسي نهائيا اخر سؤال ايه اللي كلمه عبالك تقول لي اياها كنت ولا المشاهدين ولا انا سالتك ولا انت قلت لك كلمة؟ مش لإلي تقول كلمة بنهاية هذه الحلقة لا أنا طرحت عليك السؤال لتقوله ولا أنت قلته بتمنى أعيش لسنة الجاي أطلع معك بالبرنامج برمضان تشرف وفلقتني الليلة خلصنا بقى عندين عندكم بيخن أخبئتك لهم ليه بيقتك باش تعيدوا ليه باش تصفي شفت الموت ولا لا؟ شفت المقاطع شو رجع بعدون مين الله ستر بعدون بطل في وقت لتغني خلاص بطل في وقت كان بديك تغني هيدا يعني. كان ضيفنا ملحم بركات الموسيقار اللبناني الحكيم والحاكم الثائر يلي دخل الاستوديو مع مرافقين أسوة بباقي الفنانين والممثلين والسياسيين بمايسترو 2006 كمان بيقول لبنان إلى أين مثل ما رسم الأرز بال2004 قال إلى أين وبال2005 رسم لبنان إلى أين 2006 كمان بأكيد أكيد مايسترو بيقول أكيد أكيد لبنان إلى أين بيقول بأنه الزعماء السياسيين ما رح يخلوا هالبلد يرتاح إلا ما يوصلوا إلى
الكونتونيت. الشعب السوري بيقول بأنه من أكرم الشعوب. بآخر قصة دكتور محمد رضا تقبل مرضه ورسالته كانت الإنسان بنصحه بعدم الغرور. ملحم بركات يخاف أن يمرض ويتعذب قبل الموت مش من فكرة الموت. والدته كانت كتير نظيفة حتى أنه مهووسة بالنظافة حتى أنه الشمس تحت الشمس كانت تشمس الخبزات قبل ما تطعمهم. هو كمان مثل والدته علم أولاده على محبة لبنان وما بيشجعهم على السفر على مغادرة هذا الوطن. بيضرف الدمع كل ما يسمع كلمة عن لبنان. أراؤه بالملحنين كانت سمير صفير فنان سريع النتاج، وسام الأمير ألحانه جيدة جدا، طارق أبو جودي قال عنه بده انفجار، مروان خوري زعلان منه لأنه قال ليس هناك مطربين على الساحة، وحكي كمان استعرضنا صور وليد توفيق قال جيد جدا، جورج وصوف زعلان منه وزعلان عليه لأنه لا يحترم صوته وموهبته كما قال ملحن بركات. عاصي الحلاني نصحه بأن يبتعد عن الألحان الحديثة اللي عم بيعملها والأغنيات ويرجع إلى بداياته. عن وائل كفوري ما رح يتكلم أبدا، هيك أخذ القرار كما قال الموسيقار. عن كارول صقر قال إنه صوتها سينية وبتأدي صح جدا ويحضر لها عمل جديد. عن نوال الزغبي قال ما زالت مغرورة وحب الأغنية. تفضل لحظة لحظة يا عمي لوين رايح. عن نوال الزغبي قال بأنه حب الأغنية اللبنانية اللي عملتها وبينصحها بالابتعاد عن اللهجة المصرية. العمل الجديد بينه وبين نجوى كرم بعد الصلحة كان عمل وطني لبناني صرف. لقب الأميرة لقب المطربة نجوى كرم بالحنونة، أما إلي العليا فهو الراعي الرسمي لهذا الاجتماع بين نجوى كرم وملحن بركات. يذوب بصوت إليسا باتصال من هيفا وهبي عند ملامة ملحن بركات إنه ما اتصلوا فيه من زمان. سلموا على بعض وإن شاء الله اللقاء يكون بالمستقبل إن شاء الله. قلبه ما بيشيخ النهار اللي ما بيتوقف، النهار اللي بيتوقف قلبه بيقول الموسيقار إنه رح ينتحر. ما بيلحن إلا إذا كان مغروم أو بلبنان أو بإمرأة. ببركة الأمنية تمنى أمنية وحدة، قال إنه في مقطوعة موسيقية عم بلحنها مدتها نص ساعة من بيته إلى حيث يوارى الثرى بعد عمر طويل نيله وتمنينا له نحن وكل المشاهدين. بالوصية خالف قلب الورقة كتب وصية أنا قريتها بس رح أقريكم وصية أقريلكم الوصية أقريلكم الوصية بنهاية شهر رمضان بيوم الفطر. الدبكة رقصة الأمل اسم لوحة أهدتها الرسامة التشكيلية رندا هبري لضيفنا ملحن بركات. بآخر فقرة وجها لوجه رجل ستيني يريد امرأة حنوني تهتم بعمله وليس بعمله بفنه وليس فيه. هو عاصي الحلاني هو الفنان الذي سيكون له مكاني طربا وغناء إذا انتبه أكثر لعمله. قال كمان ملحن بركات مع روميو لحوت كان عنده حرية بالمسرح أكثر مع الرحيبني. مع الرحيبني تعلم التقنية على المسرح وحاول كمان أنه يخنقني بنهاية الحلقة. هيك كان ضيفنا الموسيقار ملحن بركات، واتمنى انه يكون ضيف اكيد 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 مايسترو السنه المقبله اذا الله راد. شكرا لحضورك معنا، بديك للضوء تقرب. شكرا، نحن بنكبر فيك بس تجي تزورنا كل سنه وتكون ضيف بمايسترو. كلك ذوق وانا مش عتلان هم نجاحها، رح تضل ناجح. شكرا. ضيفتنا بكره من مصر الاديبه والكاتبه المصريه نوال السعداوي. تصبحوا على خير، انتهت الحلقه.